طبعا صوره مشرفه جدا 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 لنادي الزمالك، مشاركته في كاس العالم للانديه. الخبرات بتيجي من هنا مره ورا الثانيه، هيبداوا يشاركوا هتيجي الخبرات، ولكن طبعا طبعا فكره ان هم شاركوا في كاس العالم للانديه ده في حد ذاته شرف بالتاكيد. وكمان عايزه اشكر جماهير الزمالك اللي للماتش الثاني على التوالي، برغم ان الفريق بيبقى متلقي هزيمه بفارق كبير، بس هما فاهمين الزمالك بيلعب مين وفي بطولة ايه. فقمة الوعي والنضج والجمال من جماهير الزمالك ان هما بيشجعوا لاخر لحظة وبيصدروا صورة مشرفة للعالم كله ان احنا بنلعب في مستوى تاني خالص من الباسكت، وان هما فاهمين ده كويس قوي ومتابعين جيدين وبيشجعوا فريقهم لاخر لحظة.